السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، مهارة جديدة، وقناتكم سمستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هيستفيدوا منه. دلوقتي حضراتكم بقى احنا بقى في المرحلة العملية فعلا، على أساس نخيط الكول شال دوت. الكول شال أي حاجة بتقلب على بره بيلزم لها حاجة اسمها مصرة. اسمها إيه؟ مصرة. ممكن يكون اللفظ ده جديد على ما سمع بعض من حضراتكم، لكن الناس القدام اللي معانا اللي موجودين في القناة بقالهم فترة عارفين الكلام دوت، لأن إحنا شرحناه قبل كده. تعالى دلوقتي شرحناه في الكل غير. دلوقتي ديت هي ما يسمى بالمصر، تمام؟ معمولة أسود برضو، بس أسود فيه مختلف عن الخامة نفسها، عشان تبان، عشان محدش يقول لنا إن إحنا شغالين في أسود ومش باين لنا. هو ده المتاح بالنسبة لنا، هو ده المتاح بالنسبة لنا، تمام؟ اللي مش هيقدر يشوفه ممكن اصلا يستنى فيديو تاني اصلا ايه، يبقى ممكن في لون نقدر نشتغل فيه، لان دي بتبقى حاجه بتاعت عميل، ماشي؟ مش بايدينا ان احنا ايه نختار اللون، لان احنا ما بنعملش اصلا فيديوهات خاصه للايه لليوتيوب او للقناه، لا احنا بنعمل اصلا المتاح بالنسبه لنا اللي هي حاجه العميل اللي احنا بنشتغل فيها. تعالى بقى دلوقتي، انا المصره ديت اتلزقت في سلين اهي، ماشي؟ عايزين يعني ايه نضيق المسافه شويه عشان تبان بالظبط قدامنا. ده الفازلين اتعمل اهو، اتلزق في ديت، اتلزق كويس. بعد كده جيت ادي الجسم نفسه بقى، الجسم بتاع التونيك اهو، برده بعد ما اتلزق ايه، اتلزق البرلون بتاعه، ادي البرلون اهو الاسود، تمام؟ هبدا اقص له ايه بقى، المصره دي، هبدا اوصله المصره دي اللي هي هتتني على بره. تعالى نشوف احنا هنقصها ازاي. اول حاجه معايا، تمام، ان انا هروح جاي مدبس. اهم حاجه ان انا ابص كويس تحت، ما يبقاش فيه قماش مني هربان. يعني ايه قماش هربان؟ قماش مش باي، يعني اصلا ايه، تبقى دي كده مغطيه على اللي تحتيها واللي تحتيها مش موجوده، ده اسمه قماش هربان. فلازم يبقى ده مغطيه قماش تحته، ماشي؟ يعني لما اجي اشوف دي كده مثلا اهي، دي تحتها قماش، ماشي؟ دي تحتها تعالى هنا، هنا لا مفيش، هنا ايه؟ مفيش اهو، ده كده ايه؟ فازلين. فهنا دوت بيتسمى قماش هربان، لازم اخلي بالي ان انا يبقى كله تحتي قماش، مفيش حاجه اسمها ايه؟ قماش هربان معايا. شوف انا رجعت الايه؟ الجسم نفسه لورا، ماشي؟ تعالى انا ممكن ما اكونش بانت قوي علشان بس ايه نفتح الكاميرا. زي ما قلت لكم ان هي كانت ايه، تعالى هنا ادي دي القماش اهو، لكن تحتيه ايه؟ تحتيه ما فيش حاجه، تحتيه فازلين اهو بس، تمام؟ فلازم القماش ده يبقى تحتيه ايه؟ نفس القماشه بتاعت الايه؟ المصره ديت، تمام؟ انا بظبط بقى حالي دلوقتي، ده يبقى دي المرحله الاولانيه، ان انا اظبط ده على الخامه دي اللي يبقوا كلهم ايه؟ انا عندي ايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقوا الأربعة حتة واحدة موجودين معايا. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، ولما أجي أقص يبقوا الأربعة مقصوصين مع بعض. تعال نشوف ندبس الكلام ده عشان نبدأ نشوف إحنا هنعمل إيه عشان نشتغل المصرة ديت ونبينها بالظبط عمليا. طبعا أنت بتبقى شغال في إيه؟ في مساحة طويلة، يعني أنت شغال في حوالي 160 سنتي، ماشي؟ مش جاكيت مثلا قصير 70 75 سنتي، لا انت شغال في مساحه قد ايه؟ 150 سنتي. تعالى بقى هنروح جايين قصين بقى كده اهو، تمام؟ نشوف كده، نرجع بالكاميرا عشان نظبط بالظبط اهو، تمام يا جماعه؟ باجي اروح قاصص ايه؟ المصره دي انا ظبطت هنا، تمام؟ هبدا اروح جاي مظبط من هنا كده، دي زي دي بالظبط، دي ايه؟ زي دي بالظبط اهو،
تمام. وبرده نفس الحكايه ماشي، هروح جاي ايه قاصص الكلام ده. انا ببص بس من هنا عشان ايه ما ندريش على الكاميرا وتبقى ايه كل حاجه باينه قدام حضراتكم. تمام اهو، نكمل بقى كده اهو. لغاية تحت خالص، ولو انا القماش اللي معايا ما جابش الطول بقى ايه؟ بجمطه من تحت. يعني ايه بجمطه؟ بوصله من تحت. بوصله ايه؟ من تحت. انا كده قصيت لغاية نهاية الطول معايا يا جماعة. قصيت لغاية ايه؟ نهاية الطول معايا. تعالى بقى كده زي ما ظبطت الكلام ده، تعالى جايين من ورا هنا اهو، ده القماش بقى بتاع النص بقى نفسه بان معايا. هاجي اروح جاي ايه؟ اشوف المصرة انا هظبطها ازاي من ورا كمان. بص حضراتكم انا محتاج قد ايه؟ محتاج القيمه دي بس، فمش محتاج زياده عن كده. الباقي ده اقدر استفيد منه في الجيب، اقدر استفيد منه لو هعمل حليه معينه في القوم، ودوت اللي هيحصل بالفعل. وقماش مقصوص وقماش ملزوق معايا، فمش هحتاج الزقه يعني. خلي بالي لو في ايه دبابيس المقص ما يجيش جنبيها، المقص ايه ما يجيش جنبيها. ليه؟ لان المقص لو جه جنبيها يحتاج يتسلم على الكتف كده. دي انا هستفيد بيها مش هتترمي. وطبعا انا هحتاج ايه ازود الطول معايا في الجزئيه لغايه هنا، لان المصر واقفه معايا لغايه هنا. تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اكمل طبعا الحته اللي هي ناقصه، بس ايه انا اهم حاجه تعالى كده تروح حاطط لي حته كده، بعدها بحوالي 20 سم تروح حاطط حته ثانيه، برضه علامه ثالثه، علامه رابعه، علامه خمسه. ايه الكلام ده كله؟ الكلام دوت انا هدي ايه ما يسمى بالافراط. يعني ايه الافراط؟ اهي كده، واروح مدي ايه فورت الاربعه مع بعض، المصرة مع الجسمين الأمامي شمال ويمين أهو. ليه؟ لأن كل الإفراد دي لازم تقفل مع بعضيها. أوعى لما أجي أخيط مفيش حاجة من دول تقفل مع بعضيها. وخاصة في الكول شيل ده لازم الإفراد دي تقفل مع بعضيها عشان يطلع معايا مظبوط. اللي أنا بديهولك دوت نصايح مش هتلاقيها عند حد. التجربة العملية والشغل العملي هو اللي إيه؟ بيقول لك تعمل الكلام ده. تمام؟ شايف بقى كل اللي اتعمل ده كله لما اجي اخيط بقى هيبان لك انا هعمل ايه. تمام؟ دلوقتي اللي انا هعمله ايه؟ هزود بس الحته اللي هي ناقصه في المصره دي، وبعد كده ايه؟ نقعد نقفلها. ماشي؟ ازود الحته ديت ونرجع لبعض تاني. دي بقى الحاجه اللي انا عايز اوريها لحضراتكم. انا عملت وجهزت جنب كامل اهو، ركبت فيه المصرة بتاعته أي من جوه. أنت شايف اللي أنا عايز أوريه لحضراتكم؟ ماشي؟ شايف المصرة عاملة إزاي؟ نقرب لها كده. شايف ما فيهاش الهوا، ما فيش حاجة اسمها أطول من حاجة. تمام؟ بص الشكل كده وإحنا بنستعرضه أهو. بص حضراتكم أهو من فوق لغاية تحت خالص أهو معمول. شوف بقى لما اجي كده اروح جاي تاني، ادي الشكل بتاع ايه؟ بتاع الكول شيل. ادي الشكل بتاع ايه؟ بتاع الكول شيل، والمكان اللي انا هتني منه اهو. تمام؟ اهو بس انا هقرب قوي على اساس يبان قدامنا اهو بالكاميرا. شايف الشكل، شايف الحلاوه بتاعته، وشايف النظافه بتاعته. هو ده بقى اللي احنا هعمله في التانيه، هعمله في المصره التانيه. يبقى انا عملت لكم عينه تشوفوها ونبدا نشتغل التانيه مع بعض. اول حاجه انتوا فاكرين ان احنا ايه قلنا ان هي كانت ايه قصيره، فطولتها بايه؟ بحاجه تانية اهي، طولتها بايه؟ بدي. تمام؟ هبدا بقى اظبط ايه الزياده اللي انا زودت ديت بيها، اظبطها بالظبط. دي الزياده اللي انا زودت بيها ايه الطول بتاعي، بظبطها ايه، بشيل الزيادات اللي فيها، تبقى نازله كانها ايه قطعه واحده اهي، مع دي زي دي بالظبط.
طبعا دي هتبقى من فوق، يعني الكلام ده مش هيبقى باين، الوصله دي مش هتبقى باينه معايا. تعالى بقى خلاص احنا ظبطناها، تعالى نجيب بقى هقول لكم هنعمل ايه عشان لما نقعد على المكنه نشتغل على طول. هجيب ايه الناحيه اللي هي الثانيه بتاعتي اهي، شايف الافراط اللي معموله ادي واحد اتنين باين، اظن ايه الفورت اهو باين قدام حضراتكم، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ماشي. نبدا بقى اجي اروح جاي حاطط دي على دي، ادي وش في وش اهو كده، تشتغل من فوق تشتغل من تحت ما تفرقش معاك. ليه؟ لان كل الافراط دي هتقفل مع بعضيها، فما تخافش من حاجه بقى. لو مش عامل الافراط ديت اقسم بالله لو مين مش هتطلع معاه مظبوطه، لو مين مش هتطلع معاه مظبوطه، لو انا مش عامل الافراط دي مش هتطلع معايا مظبوطه. انا اللي بقالي ها اكتر من 46 47 سنه في المهنه دي اقسم بالله ما تطلع معايا مظبوطه. الافراط دي هي اللي بتظبط معاك الدنيا، هي الميزان اللي انت ماشي عليه. كل ده هيتقفل مع بعضه بالايه؟ بالخياطه قشطوره عاديه. يعني ايه قشطوره عاديه؟ يعني سنتي ونص سنتي كده بالظبط اهو، همشي بالمكنه كده. يبقى دي اسمها القشطوره العاديه. تمام؟ وبعد كده هعمل ايه؟ بعد ما اعملها واظبطها مكوه، قبل ما اظبطها مكوه، تعالى هنا بص شفت رحت هنا مدي شيمه جوه، ممكن ما تكونش باينه قوي عشان ايه؟ الاسود، بس لا اهي باينه اهي. الخياطه باينه اهي. شوف انا بوضحها لك قبل ما اقعد على المكنه عشان ما حدش يقول لي ايه انت انا مش شايف حاجه من على المكنه. لو انت مش شايف حاجه من على المكنه فكفايه شرحي ليك، عشان بس انا بقولها لكم بصراحه. انا ما عنديش ايه يعني، لان هو ده المتاح بالنسبه لي اللون اللي انا شغال فيه. تمام؟ فانا بوريها لكم اهي. تمام؟ ادي الخياطه اهي. دي شيمه اللي بص بقى، مش هي انا هقلب كده يعني ده اللي باين قدامي، يبقى الشيمه من ورا. تمام خلاص كده. طب تعالى من هنا من الناحيه الثانيه، ده اللي باين قدامي يبقى الشيمه من جوه. شايف الخياطه اهي؟ ها الخياطه باينه ولا لا؟ اهي. تمام؟ يبقى انا كده وضحت لك كل حاجه قبل ما اقعد على المكنه. يبقى لما اقعد على المكنه واشتغل سواء حضرتك شايفه او مش شايفه، بس انا وضحت لك كل حاجه انا هشتغلها. نقعد على المكنه ونقعد نشتغل. يلا نقول بسم الله. يلا على المكنة ونشتغل ونقفل ايه المصرة بتاعتي. بص حضراتكم زي ما قلت لك هتشتغل من فوق هتشتغل من تحت ما تفرقش معاك. ليه؟ لان انت معاك موازين ماشي عليها. ايه هي الموازين؟ الافراط اللي احنا ايه عملناها. المصرة فوق او المصرة تحت هي على المشت بتاع الدواسة او هي من فوق برضو مفيش فرق. يعني انا كنت شغال اللي هناك ايه؟ ها المصرة هي اللي من ايه من فوق، لكن دلوقتي هشتغلها هي من تحت عشان ابادئ من فوق وبادئ من فوق. بص بقى ادي دي مع دي اهي خلاص اهو. ابتدي نقول بسم الله. فورت مع الفورت اهو، فورت مع الفورت اهو، ادي ده ماشي مع ده اهو. مفيش حاجه اسمها ايه واحد هيطلع اطول من واحد او واحد اقصر من واحد، كله ماشي مع بعض. ما ياخدش معايا الهوا طالما انا ماشي بالموازين دي، الموازين اللي هي الافراط اللي احنا ايه قلنا عليه. اهو لغايه الاخر خالص هتبص تلاقي نفسك متظبطه معاك مفيش بعد. ادي اخر فورت تقريبا. لا اهو يعني لو ماشي نايم وانت شغال هتطلع معاك مظبوط، عشان ايه احنا ريحنا نفسنا بالموازين دي كده من الاول خالص. ماشي يا جماعه؟ ارجو ان احنا نبقى مفيش حاجه ما بوضحهاش لحضراتكم. قعدت على المكنه بس انا موضح لك كل حاجه على الايه كده خلاص. ماشي تعالى نشوف. بص بقى يا سيدي انت هتقلب من اول فين؟ اول ما يبدا الدوران ده. يبقى انا بص هاجي اروح مدي ايه بقى الشيمه الجوانيه اهي،
فين اللي هيبان معايا؟ ده يبقى الشيء مع الجسم ده، ده اللي ما تبانش معايا. شوف روح ماشي ايه خياطة على الحرف خالص ومظبط ايديا كده اهي. كده تمام تمام قوي. لما اجي اتني كده فما مفيش حاجه بقى تبص لي من تحت هنا. ده ايه ده فايده ايه الشيمه اللي انا بديها. تمام كده. طب انت اللي مش هيبان معاك ايه؟ اللي هيبان معاك ايه؟ الجسم. يبقى الشيمه فين؟ على ده. يبقى المساله معكوسه، اللي مش هيبان معايا هو اللي هحط عليه الخياطه، واللي هيبان معايا ما بيبقاش عليه الخياطه. ماشي، مساله معكوسه. تمام اهو. شوف بقى المصرة دي كلها خدت منك وقت قد ايه. كده خلاص اهو كفاية او كده. ماشي، ولو عايز تكمل كمل، بس المهم ايه، قبل ما تبدأ المصرة تقلب منك اروح واقف عشان الخياطة دي ما تبانش معايا من بره. اهي انا المصرة تبدأ من هنا، خلاص كفاية او كده. واجي اروح عامل ايه بقى؟ بص معايا، شريط اللزق بقى اللي هو يلزق بقى ايه البصره دي في الجسم ده اهو. شريط لزق وشين اهو، اروح حاطه وبعد كده اعمل ايه؟ اوفر للكلام ده واظبطها مكوه، ويبقى كده انا خلصت البصره معايا. ماشي؟ كده انا هوقف الفيديو دوت على كده لغايه ما ايه؟ ما ظبط نظبط المصره دي مع بعض على المكوه كمان، عشان يبقى كده ايه؟ مفيش حد فيكم ايه حجه عندي قدام ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ مفيش حاجه عندي بفضل الله عز وجل الا وبقولها لكم وبحطها بين ايديكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما الجمه الله بلجام من النار يوم القيامه. ماشي؟ فاحنا بفضل الله عز وجل ما بنكتمش عليكم حاجه ولا بنخبي عليكم حاجه. لغايه هنا كده خلاص اقوم اعمل اوفر للكلام دوت ايه نظبطها مع بعض ايه على المكوه. ماشي، على اساس ايه نبقى احنا كده خلصنا المصره دي كده خالص. تعال على الاوفر هنا نعمل الايه المصره بتاعتنا اهي. نقول بسم الله اهي. خلي بالك الاوفر ماشي، دي الترابيزه بتاع بسميها الترابيزه، كل اللي بيخرج عن الترابيزه دي السكينه بتشيله. السكينه ايه؟ بتشيله. فابقى ملاحظ ان انا ديت حاكمه على الايه؟ على الخامه كده، ما تجيبهاش كده، كل ما هيجي كده ده هيتشال على طول. فبظبط ايديا اهو. تمام؟ ايديا هي اللي متحكمه في الترابيزه ومش متشعلق في القماش، انا سايب القماش ماشي براحته اهو، لأن السكينة بتشيل الزيادة كلها. تمام؟ أهو كده. آدي إيه؟ الأوفر بتاعنا أهو اتعمل، تمام؟ نبدأ بقى إيه؟ نروح وإيه؟ ونصفيها إيه؟ على المكوة ونظبطها مع بعض. آدي الأوفر بتاعنا إيه؟ اتعمل. يلا بينا ونشوفها مع بعض. بص حضراتكم، أنا جيت أهو على المكوة هي كده حطيتها، أول حاجة أدوس على الخياطة الأول. بس خلي بالك شايف اللزق دوت بعيد عن الايه؟ عن المكوه، اللزق اللي انا حاطه هنا ده بعيد عن المكوه، او اما اظبطها قبل ما احط اللزق عشان تبقى عارف، انا اقدر اظبطها اهو من غير ما ايه؟ من غير ما المكوه تيجي عند اللزق خالص اهو، ادي اللزق بعيد اهو، تمام؟ يبقى بدوس على الايه؟ على الخياطه الاول اللي انا عملتها والشيمه بتاعتي اهي. بص حضراتكم اهو، اظبط حالي كده اهو. ماشي؟ اوعى ان المكوه تيجي عند اللزق قبل ما ايه ما نعمله. بص حضراتكم اهو، البخار اللي طالع دوت انا ممكن اشيله، بشيله بايه؟ بالشفاط اللي تحت. بص يروح ايه ساحب البخار خالص اهو تحت، ملوش اثر خلاص. بس انا مش عايز اشغل عشان الشفاط بيبقى ليه صوت اهو. كده خلاص انا ظبطتها معاك. تعالى بقى نروح نظبطينها كده اهي، شايف اهي ما فيهاش الهواء مظبوطه ازاي.
لو انا مش عامل الافراد ديت اعرف ان هي زي ما بقول لك عمرها ما هتظبط معايا الظبطه دي من قبل ما اكوي من قبل اي حاجه اهو. مش هقفل من فوق خالص، لا انا هسيب بتاع 10 سم كده مفتوحين، لان انا لسه بقى ايه الفيديو الجاي بقى ها بعد ما اظبط الجسم واعمل الجيوب بتاعتي. انا مش هوريكم الجيوب اصلا، هسيبها لكم في صندوق الوصف تمام، واعمل القصه بتاعتي. الفيديو الجاي بقى بتاع تقفيل ايه الكل شال مع الظهر عشان نشوف تقفلته ازاي. اهو كده اهو شايف شايف عامله ازاي اهي. بعملها بقى كلها ايه بنفس الوضع ده كده، بلزق بقى ايه المصره كلها بنفس الوضع ده كده ماشي. الشيمه اللي انا حاططها بقى ديت مظبطه معايا الدنيا، ما تخليليش حاجه ايه باصه من بره خالص. لزق اهو كده. بص حضراتكم بقى من بره، ادي من بره ولا كأن في مصره راكبه ولا اي حاجه. حضراتكم تمام، ادي المكان اللي هتقلب منه ايه المصره تروح قلبه كده بنفس الشكل ده كده بالظبط ماشي يا جماعه. كده بفضل الله عز وجل يبقى مفيش حاجه اصلا في المصره، وتركبها وتظبطها بنفس الشكل دوت. انا خبيتها عليكم كل حاجه وريتها لكم وكل حاجه قدام عينيكم. ارجو ان حضراتكم اي حد استفاد مننا كلمه ما ينسناش بدعوه في ظهر الغيب، ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا الهم ويفرج عنا الكرب ويقينا شر الامراض والاوبئه عن مصر خاصه وعن جميع الامه الاسلاميه عامه من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها. الدلع على الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. ما تنسناش في اللايك، ما تنسناش في الشير. واخر حاجه اقولها لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو اللي جاي هنقفل بقى الايه الامام مع الخلف. يلا بينا.